إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة البيضاء، مباشر من أمام مستشفى بن رشد اللي دائما كنحاول اللي بدينا بها وحق الله ما كنا زعما هادشي دارسين ولا عارفين. اقسم بالله الا جاي باغي الله يجازي بخير هاد الناس. باقي الخير والله يشبخ باقي الخير. غادي نتصبروا معايا متابعينا الكرام، حاول انني نتعرف على هاد الناس هادو ونعاود باش نشوفكم. إذن رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من امام كيف ما قلت مستشفى حسين غوش، مستشفى بن رشد، واللقطه اللي شفناها ديال واحد الشاب اللي عطات لهاد الناس هادو ما ياكلوا. مشكور اختي، كنشكرو كل شيء بعدا دار شي حاجه اللي والله انا نشوفو شويه شافوا فيهم الله يعطيهم الخير. هذه هي كيرزقك الله من حيث ولا تحتسب، عاشي بالصورة وبكل شيء. دائما كيرزقك من حيث ولا تحتسب، الله يزكي العمل كل واحد الله يتقبل الأجر. حنا كنشوفوا هذه الصور المؤلمة، علاش الناس مسؤولين ما يجيوش هنايا كيديروا ناس اللي ما عندهمش صالحية لهادشي؟ علاش مكيجيوش ناس مسؤولين؟ علاش مكيجيوش ناس اللي هما مكلفين بهاد الأمور هادي؟ علاش؟ تلقى أن راه كيف ما كنقول دائما أنك إلا جيتي هنا راه جميع الفئات العمرية غادي تلقاهم، غتلقى بنيات صغار، غتلقى وليدات تربيات، غتلقى عيالات كبار، غتلقى رجالة كبار، غتلقى كلشي غتلقى. ونتمنوا من الله يكونوا ناس اللي كيجيو ويشوفوا هاد الناس هادو اللي هما في الاصل مسؤولين عليهم ومحسوبين عليهم. واي واحد كيدير الخير الله يجازيه بخير، اي واحد كيعاون في الخير الله يجازيه بخير. بالعكس هذه هي الحاجه المهمه، وهو اننا نتنافسوا في الخير وما نبقاوش نتنافسوا في الخوى الخاوي كيف كنقول. المهم نتمنى من الله ان الناس يفهمونا. تبارك الله عليكم، غادي نخشموا معكم هذا المباشر هذا الى مباشر اخر باذن الله. الى اللقاء.